خلونا في دقيقة واحدة كل واحد يرفع نفسه وقلبه وذهنه قدام ربنا بصدق، قل له يا رب أنا في أشد الاحتياج ليك، كلمة منك يا رب تغير حياتي، أنا رب منتظر في وسط ظروفي الخاصة لرسالة خاصة تيجي منك أنت يا رب. يا رب الشبع الحقيقي، الري الحقيقي يا رب أنا محتاجه منك النهاردة. قل كلمة فأبرأ، قل كلمة فأتغير، أنر ذهني، أنر قلبي. اديني يا رب النهاردة مش بس إن أنا أسمع، لكن يا رب سلحني بإرادة الطاعة عشان يا رب أسمع وأعمل في اسم المسيح. آمين. بعد يومين أحبائي هتحتفل الكنيسة المصرية بعيد الغطاس اللي بيحمل لنا ذكرى معمودية الرب يسوع في نهر الأردن بواسطة يوحنا المعمدان. في كتير من الكنائس الغربية وبعض الكنائس أيضا في الشرق بيسمى هذا العيد عيد الظهور الإلهي، اللي هو بيصطلح عليه بالإنجليزية Epiphany. وهذا العيد بحسب هذه الكنائس مش بس بيذكروا فيه قصة معمودية المسيح، لكن العيد ده مكون من ثلاث حوادث رئيسية بتحتفل بيهم الكنيسة، واللي بيجمع أو بيربط هذه الحوادث الثلاثة إن فيهم إعلان عن المسيح، إن فيهم إظهار لجوانب شخصية المسيح بصورة واضحة. النهاردة هنقف قدام هذه المواقف في تأملات سريعة، وإزاي شخصية يسوع بتظهر لنا من خلال هذه المواقف، وإزاي هذا الإعلان عن شخصية يسوع بيخاطبنا النهاردة في واقعنا الخاصة، كل واحد في ظروفه الخاصة في مجتمعه الخاص، إزاي هذه الجوانب في شخصية يسوع بتخاطبنا. عشان كده ممكن نضع عنوان لتأملنا في هذا المساء، هو كيف يظهر يسوع لنا. كيف يظهر يسوع لنا؟ الجانب الأول أو الحادثة الأولى اللي بتعلن عن شخصية المسيح، واللي بتعتبر واحدة من الثلاث مواقف اللي بتحتفل بيهم الكنيسة في عيد الظهور الإلهي، هو قصة زيارة المجوس للصبي يسوع في قصة الميلاد. ونقدر نضع هذا العنوان، زيارة المجوس بتعلن لنا عن المسيح الملك. زيارة المجوس والمسيح الملك. سؤال اللي طرحوا المجوس، واللي زي ما بيقول إنجيل متى حصل من خلاله أو أحدث اضطراب في كل أورشليم، مش بس في أورشليم، لكن أحدث اضطراب كمان في شخصية هيرودس، في موقف هيرودس الملك. سؤال اللي طرحوا المجوس وهم داخلين إلى أورشليم، أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. وبيقول البشير متى أنه عندما وصل المجوس إلى حيث كان الصبي، بيقول كده هو أنهم خروا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له ذهبا. قدموا له ذهبا في إشارة إلى أن هذا المولود بالفعل هو الملك المنتظر. قصة المجوس بتظهر أو بيظهر لنا فيها يسوع نفسه على أنه هو الملك. والحقيقة إنجيل متى اللي بيذكر قصة المجوس بصورة خاصة بيقدم لنا هذه أو هذا الجانب من شخصية يسوع، بيقدم لنا يسوع الملك. لما نقرأ إنجيل متى بهذه الفكرة نكتشف إنه متى فعلا من وقت للتاني بيؤكد لنا هذه الفكرة. لكن أنا بس هفكركم إنه في بداية الإنجيل متى بيذكر لنا سلسلة نسب يسوع، وبيربط يسوع أنه يسوع هو ابن داود ابن إبراهيم، وكانه بيقول أنني أقدم لكم في هذا الإنجيل يسوع ابن داود أي الملك.
هو من نسل داود الملك، وبالتالي أنا بأقدم لكم في هذا الإنجيل يسوع الملك. ويختم متى إنجيله بهذه العبارة اللي بيقولها الرب يسوع بعد القيامة: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. فبيبتدي بيسوع الملك وبينهي إنجيله بيسوع صاحب السلطان، بيسوع الملك. النقطة اللي أثارت انتباهي في المرات اللي بيذكر فيها ملكوت يسوع، ودول تقريبا ثلاث مرات بصورة واضحة بيتكلم فيهم البشيرين وخاصة البشير متى عن ملكوت يسوع، الثلاث مرات دول ما كانش فيهم أي إعلان عن الملك زي ما الناس فاهمينه، اللي هو الملك المتوج، الملك اللي له حاشية، الملك اللي ليه سلطان، الملك اللي ليه قوة، الملك اللي ليه سطوة. في كل المرات اللي أعلن فيها يسوع أنه ملك جه هذا الإعلان في سياق من الإخلاء، وبيتكلم عن يسوع الذي يخلي نفسه، وبيتكلم عن يسوع الذي يتضع، بيتكلم عن وداعة المسيح. ثلاث مرات بيتكلم فيها عن يسوع الملك، لكن بيتكلم فيها في هذا السياق، سياق يسوع الذي يخلي نفسه، هو الملك لكنه هو الملك الذي أخلى نفسه. القصة اللي قدامنا يسوع الملك، أين هو المولود؟ ملك اليهود. لكن المولود ملك اليهود بنكتشف أنه طفل مقمت مضجع في مزود، لأن هذا الملك اختار أن يخلي نفسه من السماء علشان يأتي ويتجسد بهذه الصورة علشان يفدي شعبه. مرة تانية يدخل هذا الملك إلى المدينة المقدسة، إلى أورشليم، وهو راكب على حمار وعلى جحش ابن أتان، في صورة مغايرة تماما لتوقعات الناس، في صورة مختلفة تماما عما اعتادوا الناس عن سطوة الملك وعن سلطان وعن صولجان الملك. يدخل يسوع إلى أورشليم كالملك المنتصر، لكنه بالحري الملك الذي يخلي نفسه، الملك المتضع الذي يدخل على حمار وعلى جحش ابن أتان. مرة إيه؟ مرة أخيرة يعلن ملكوت يسوع في مكان هو أبعد مكان يتصوره الناس عن الملكوت، وهو مصلوب، ويأتي اللص ويقول للمسيح: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ثلاث مرات بيذكر فيهم ملكوت يسوع، بيذكر فيهم حقيقة أن يسوع هو الملك، والثلاث مرات مرتبطين جدا بفكرة الإخلاء، بفكرة يسوع المتضع، بفكرة يسوع الذي يرفض الملك كما يريد الناس، كما اعتاد عليه الناس، يرفض السلطان كما اعتاد عليه الناس. أحبائي، بيعلمنا الكتاب المقدس، بتعلمنا الأناجيل بصورة خاصة أن السلطان الذي مارسه يسوع كملك لم يكن أبدا سلطان البطش، لم يكن أبدا سلطان السطوة، لم يكن أبدا سلطان المال، لم يكن أبدا سلطان الإغراء أو التحذير، لكنه كان سلطان المحبة، سلطان الإخلاء، سلطان الملك الذي يأتي ليخلي نفسه من أجل شعبه، الذي يحب شعبه، الذي يتسلط على شعبه بمحبته. ده اللي كان بيؤثر في الناس، أنه كان يتحدث إليهم كمن له سلطان. واحدة من علامات هذا السلطان، واحدة من محفزات هذا السلطان، أنه كان يتكلم بمحبة، أنه كان يقترب إليهم في محبة. في سفر الرؤيا هو بيتكلم عن اللق، واحد من أشهر الألقاب عن يسوع أنه ملك الملوك ورب الأرباب، في سفر الرؤيا أصحاح 19 يربط بصورة واضحة الرائي، بيربط يسوع ملك الملوك ورب الأرباب بيسوع المتسربل بثوب مغموس بدم، وكأنه بيقول أن سلطان يسوع كملك الملوك ورب الأرباب مرتبط تماما بفدائه، مرتبط تماما بمحبته. ده هذا ما يأسرنا في ملك يسوع،
ما يأسرنا في ملك يسوع أنه ملك محب، أنه ملك أخلى نفسه. والسؤال اللي بيطرحه هذا الفكر أو بتطرحه هذه الحقيقة على كل واحد وحدة فينا، ابن أو ابنة لله، كيف نمارس سلطاننا في دوائرنا؟ في دوائرنا، إن كنت رب بيت، إن كنت خادم، إن كنت مدير في مكتبك، إن كنت ربة أسرة، إن كنت ليك سلطان في دائرة من دوائر حياتك، كيف تمارس هذا السلطان؟ كيف تمارس سلطانك على من هم حولك؟ المسيح النهاردة بيعلمنا أن سلطانه كملك الملوك ورب الأرباب مرتبط بالثوب الذي غمس في دم، مرتبط بالمحبة، مرتبط بالإخلاء، مرتبط بالاتضاع. ترنيمة هنسمعها دلوقتي بتتكلم عن يسوع الذي نبتهج به، هو ملك الملوك رب الأرباب. اسمعها من فضلك واسأل نفسك وانت بتسمعها، كيف أمارس سلطاني في دائرة حياتي؟ الفكرة الثانية أحبائي، أو الموقف الثاني اللي بتحتفل به الكنيسة في عيد الظهور الإلهي، هو معمودية المسيح. ده قصة معروفة لينا، كيف ذهب يسوع من الجليل إلى الأردن علشان يعتمد من يوحنا. القصة دي بنقراها في إنجيل متى أصحاح 3. خليني أقرأ لكم بعض الآيات منها. عدد 13 في متى 3 بيقول: حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. إذا كانت زيارة المجوس بتعلن لنا عن يسوع الملك، فإن معمودية يوحنا أحبائي تعلن لنا عن يسوع العبد المتألم. يسوع العبد المتألم، كلمات يسوع ليوحنا: اسمح الآن، لأنه يليق بنا أن نكمل كل بر. أغلب المفسرين بيقولوا أن هذه الكلمات معناها أن يسوع يقول ليوحنا: اسمح لنا، أو اسمح لي أن أبدأ في رسالتي من الآن. رسالتي أن أنا أرتبط بالبشرية اللي أنا تركت سمائي علشانها، اسمح الآن أن أبدأ في إتمام هذه الرسالة، أن أنا أرتبط بهذه البشرية، أن أنا كالعبد المتألم اللي بيتكلم عنه إشعياء النبي، الذي أذهب لكي أرتبط بآلام البشرية. أنا جاي علشان أكون واحد منهم، عشان كده أنا جاي أعتمد منك علشان أعلن أني مش بعيد عنهم، أعلن أن أنا مش منفصل عنهم، لكنني جئت إلى عمق أرضهم، إلى عمق معاناتهم، إلى عمق ألامهم، حتى إلى عمق خطاياهم. مكتوب أنه الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فالمعمودية أحبائي مش بس بتعلن لنا يسوع اللي شهد عنه الآب: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. طبعا ده إعلان من أهم إعلانات المعمودية، لكن واحد من أهم إعلانات المعمودية، من أهم جوانب المسيح اللي بتظهر لنا في معموديته على يدي يوحنا، أنه هو العبد المتألم الذي جاء لكي يرتبط، الذي جاء لكي يصير واحدا منا، الذي جاء لكي يربط مصيره بمصيرنا، الذي جاء لكي يربط، الذي جاء علشان يكون في عمق ألمنا، عشان يرتبط بنا في عمق ألمنا، في عمق معاناتنا، في عمق تجاربنا. عشان كده أول قصة بعد معمودية يسوع على يد يوحنا هي قصة التجربة في البرية، كأن ده يعني بيان على المعلم كده. المسيح جه وبيقول بطريقة نظرية أو رمزية في المعمودية أن أنا جئت لكي أرتبط بالبشرية في ألمها، لكن بطريقة عملية القصة اللي بعد كده على طول هي قصة التجربة، اللي فيها المسيح بيرتبط بتجاربنا الأليمة، اللي فيها المسيح بيعدي في البرية كما نعبر نحن في برية هذه الحياة. نفس الأفكار، نفس هذه الفكرة بيؤكدها لنا
كاتب رسالة إلى العبرانيين في مرتين في رسالته، رسالة العبرانيين أصحاح 2 من عدد 17، عدد 17 وعدد 18، بيقول هذه العبارة اللي كلنا عارفينها: من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء. وهو في المعمودية كان بيعمل كده، هو رمزا كان زي الناس ما بيروح يعتمد من يوحنا، ذهب لكي يعتمد من يوحنا عشان يشبه إخوته في كل شيء، لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. ذهب يسوع إلى عمق مياه المعمودية عشان يقول مش بس إن أنا دخلت في عمق المياه المعمودية رمزا، لكن أنا عايز أقول لكم إنه بالفعل أنا أدخل إلى عمق مياه تجاربكم، إلى عمق مياه ألمكم، المياه التي تطمو عليكم، المياه اللي بتغطيكم، بيلتف عشب البحر برؤوسكم. أنا دخلت معاكم في نفس البوتقة، أنا دخلت معاكم في نفس النار، أنا دخلت معاكم في نفس المعاناة، لأني واحد منكم. في عبرانيين 4 نفس الفكرة من عدد 14 بيقول: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب دخل في مياه المعمودية، مياه الألم، مياه التجارب، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية، فلنتقدم بثقة. ده الرسالة الإيجابية اللي احنا محتاجينها النهاردة، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. صفحات الفيسبوك الوقت اللي فات كان فيه ناس كتير بيثنوا على المستشارة الألمانية أنجلا ميركل اللي خلصت الحكم بتاعها أو استشاريتها لألمانيا الوقت اللي فات، وأكتر حاجة كانوا معجبين بيها أن هذه المرأة ظلت طوال فترة حكمها وهي مستشارة ألمانيا زي الشعب، عايشة في شقة صغيرة زي الشعب، بتنزل تتمشى في الشارع زي الشعب، بتشتري حاجاتها من السوبر ماركت زي أي حد من الشعب. والناس كانوا مبسوطين جدا 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 بأنجلا ميركل علشان هي واحدة من الشعب. أحبائي، رسالة المعمودية، معمودية المسيح لنا في هذا المساء، أنه واحد من الشعب، مش بس واحد من الشعب وما يقدرش يساعد الشعب، لكنه واحد من الشعب دخل مع الشعب في عمق معاناته في مياه المعمودية التي تشير إلى كل الألم، كل التجارب. هو واحد منا لكي يرثي لضعفاتنا، وإحنا في أشد الاحتياج النهاردة ليسوع بهذه الصورة. كل يوم بنسمع بمآسي، كل يوم بنسمع بانتقال حد من أحبائنا. الأسبوع اللي فات في كنيستنا بس 3 من حبايبنا انتقلوا، أسرهم الكنيسة، وإحنا في عز أزمة كورونا. إحنا محتاجين نسمع عن المسيح الذي يرثي لضعفاتنا، محتاجين نفتكر، محتاجين نرفع عيوننا إلى يسوع وهو يذهب إلى الأردن لكي يدخل في مياه المعمودية، لكي يعلن لنا أنه واحد منا، أنه يشعر بنا. صديقي يا من تتألم، صديقي يا من تظن أنك تعبر في الحياة وحدك، صديقي يا من تشعر أنك بلا سنيد في هذه الحياة، تذكر أن ابن الله المبارك الذي أخلى نفسه وجاء إلى أرضنا، مش بس جه إلى أرضنا لكنه دخل إلى عمق مياه المعمودية من أجلي ومن أجلك، عشان يثبت لنا، عشان يؤكد لنا أنه شفيعنا يرثي لضعفاتنا. أنا عايز خلال ثواني من فضلك احني راسك وافتكر هذه الصورة، صورة يسوع وهو يجتاز مياه المعمودية. قول يا رب أشكرك لأنك معايا، أشكرك لأنك حاسس بي، أشكرك يا رب لأنك مش ممكن تسيبني. الشيطان عمال بيوزني إنه ربنا سابك. يا رب فكرني بشفيعي، فكرني برئيس الكهنة
فكرني بيسوع الذي يرثي لي لضعفاتي، مجرب في كل شيء مثلي. يا رب فكرني أنه بعد ما اجتاز المعمودية ذهب إلى البرية عشان يؤكد لي أنه معايا، أنه حاسس بيا. يا رب أنا بصلي لأجل كل إنسان متعب ومتألم، كل إنسان فقد حبيباً أو صديقاً أو عزيزاً عليه، كل إنسان قاعد في بيته معزول دلوقتي بسبب مرضه، كل إنسان خايف على أسرته وخايف على ذويه، كل إنسان يا رب متعرض لظلم أو لعنف، من فضلك يا رب اعلن نفسك، اعلن ذاتك، أكد للكل أنك للكل، أكد لكل واحد منا أنك له شخصيا في اسم المسيح. الموقف الثالث أحبائي اللي بختم به النهاردة، واللي بيعتبر واحد من الثلاث مواقف اللي بتحتفل بهم الكنيسة في عيد الظهور الإلهي، هو معجزة يسوع الأولى في عرس قانا الجليل. وكلنا عارفين المعجزة دي اللي قام فيها يسوع بتحويل الماء إلى خمر جيد جدا. والخمر زي ما متعارف عليه في الكتاب المقدس مش خمر مسكر، لكن هو كان زي عصير يسمى خمر، لكنه لم يكن أبدا خمرا مسكرا. رسالة الكبيرة اللي عمل من خلالها يسوع هذه المعجزة، إنه زي ما بيقول في يوحنا 2 عدد 11، خليني أقرأ لكم الآية دي، يوحنا 2 عدد 11. ده الغرض الأساسي من المعجزة، هذه بداية الآيات. فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. ده الإعلان الكبير اللي موجود في معجزة تحويل الماء إلى خمر في قانا الجليل. لكن هناك رسالة أخرى بيرمز لها الخمر الردية اللي كانت قبل تدخل المسيح، والخمر الجيدة التي صنعها يسوع من الماء. الرسالة الكبيرة الرمزية اللي عايز يقولها هذا النص لنا، أنه مش بس يسوع الملك عند المجوس، ولا يسوع العبد المتألم عند نهر الأردن، لكن في قانا الجليل يسوع هو الكافي. يسوع هو الكافي، هو الذي نحتاجه بالفعل. نحن نبحث أحبائي طوال الوقت عن خمر ردية. أتى يسوع إلى قانا الجليل وصنع من الماء خمرا جيدا عشان يقول إنه فيما بعد لا تنتظروا خمرا ردية، فيما بعد لا تطوقوا إلى هذا الخمر الرديء، بل من فضلكم انظروا إلي أنا الخمر الجديدة، أنا الذي أعطيكم الخليقة الجديدة، أنا الذي قسمت التاريخ إلى نصفين، أنا الماء الحي اللي كل واحد بيبحث عني ويشرب مني لا يعطش إلى الأبد. في قصة من القصص الجميلة اللي بيحكيها البشريين اسمها قصة التجلي، عندما ذهب يسوع إلى الجبل وأخذ معه يعقوب وبطرس يوحنا، وذهب إلى الجبل منفردا ليصلي، وفجأة ظهر معه اثنين من أكثر الناس اللي الشعب كانوا بيحبوهم، موسى الذي يرمز إلى الشريعة، وإيليا الذي يرمز إلى النبوة، وابتدوا يتكلموا معاه عن خروجه المزمع إلى أورشليم وألامه في أورشليم. بعدين فجأة ظللتهم سحابة ورفع، بيقول كده متى أنه رفع التلاميذ عيونهم بعد أن ذهبت السحابة ولم يروا إلا يسوع وحده. رغم عظمة موسى ورغم عظمة إيليا، لكن هذه القصة زي قصة عرس قانا الجليل بتقول أن يسوع هو الكافي. يسوع هو الكافي، يسوع هو الماء الحي، يسوع هو خبز الحياة، يسوع هو الخمر الحقيقية. الحياة مع يسوع هي الحياة التي ينبغي أن ندعوها حياة، هي الحياة التي تستحق أن ندعوها حياة.
واحد من أعظم الأدباء يدعى ويل ديورنت. ويل ديورنت كتب موسوعة كبيرة اسمها قصة الحضارة، كانت بتنزل مع مكتبة الأسرة من 10 سنين تقريبا، مش عارف كم واحد عنده قصة الحضارة. سؤل ويل ديورنت ما هي ذروة التاريخ في رأيك، ما هي ذروة التاريخ في رأيك؟ فأجابهم بكل حسم، ذروة التاريخ بالنسبة لي هي السنوات الثلاثة التي مشى فيها يسوع المسيح على أرضنا. دي ذروة التاريخ، دي ذروة التاريخ الإنساني. سؤالي لنفسي ولكل واحد من حضراتكم، هل ذروة التاريخ الشخصي لك هي يسوع المسيح؟ هل ذروة اختياراتك هو يسوع المسيح؟ هل ذروة أمنياتك وآمالك في حياتك هو يسوع المسيح؟ ولا حاجات تانية بتنافسه وتناطحه في حياتك؟ هل هو خمرك الجيدة؟ هل هو ذروة تطلعك الإيماني؟ هل هو ذروة احتياجاتك الروحية؟ ولا أنت طول النهار عايز حاجات جنب يسوع، والحاجات اللي جنب يسوع لو مش موجودة إذن يسوع ليس له فائدة في حياتك. رسول بولس حط هذه العبارة اللي أختم بيها، قال لي الحياة، لي الحياة هي المسيح. كم واحد مننا عنده الشجاعة الروحية اللي يقدر يقول بها هذه العبارة؟ لي الحياة، الحياة كلها تساوي المسيح. إذن المسيح، إن لم يكن المسيح موجوداً إذن لا معنى لحياتي، لا معنى لحياتي. كم واحد عنده الشجاعة الروحية اللي يقدر يقول بها هذه الحقيقة النهاردة؟ ثلاث حقائق أحبائي النهاردة الروح القدس بيحطهم قدامنا: زيارة المجوس ويسوع الملك، الملك الذي أخلى نفسه، المتضع، معمودية يوحنا ويسوع العبد المتألم الذي يأتى لكي يحتضننا في عمق ألامنا ومعاناتنا، وأخيرا عرس قانا الجليل والمسيح الكافي. ذروة الإيمان، ذروة الاحتياج. نفسي إن احنا نسمع دلوقتي ترنيمة عن يسوع الكافي، هو كفايتي، نرجع ناخد دقيقة واحدة في الصلاة. أبونا السماوي، أنا بشكرك من كل القلب يا رب لأجل كلمتك لينا في هذا المساء. بشكرك لأنه مذخر لنا في يسوع كل كنوز الحكمة والمعرفة والإعلان، مذخر لنا في يسوع الحياة، مكتوب عنه أنه هو الحياة، الحياة كانت نور الناس. أشكرك لأنه هناك من اختبر هذا الاختبار وقال هذه العبارة، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. يا رب أنا بشكرك لأجل إعلانات يسوع لنا، وأشكرك لأنه يسوع بيظهر نفسه كملك، ويظهر لنا نفسه كالعبد المتألم، ويظهر لنا نفسه كالكافي لحياتنا. يا رب صلاتي النهاردة أن احنا نتجاوب مع إظهارات يسوع، مع إعلانات يسوع. بنسمع كتير لكن تجاوبنا يا رب ليس على مستوى الإعلان، ليس على مستوى يسوع. ساعدنا النهاردة يا رب أن احنا ناخد وقت حقيقي نسكب فيه قلوبنا قدامك، ونقول لك يا رب احنا بنقبلك كملك، ونقول لك يا رب النهاردة احنا بنصدق فيك انك رب العبد المتألم الذي تحتضننا في وسط ألمنا، واحنا يا رب بنشعر انه ألمنا لا تحتمل، واحنا بنشعر انه ألمنا ليس لها مخرج، واحنا بنشعر انه في وسط ألمنا ليس لنا سنيد. يا رب ساعدنا ندرك ان يسوع يحتضننا. ونهاردة يا رب واحنا لاهين في حياتنا بندور على امور تكفينا، فكرنا أن يسوع هو الكفاية، يسوع هو الكفاية، يسوع هو الذروة،
يسوع هو منتهى الآمال، يسوع هو منتهى الاحتياج. بصلي إنه هذه الإعلانات تصير فينا حياة حقيقية ليك المجد لأجل كلمتك. آمين.